الطرق الثلاثه اللي ممكن احنا ما بنستعملها، بس الطرق اللي ممكن تخلي هذا الثيرستر او الاس سي ار يعمل سويتشينج اون. اذا عندي هون حكينا هي عندي جيت، هي عندنا كاثود، وهي عندنا انود. الطريقة الأولى اللي هي عن طريق التريجر. تريجر ايش معناها بالعربي؟ تتبع. ايش معناها؟ تتبع. التريجر يعني زناد، زي الزناد، زي كلمة زناد كأنه عندي، لأن أنا عمالي كأني بضرب أو بعمل تريجر. إذا بدي أمرر كرنت، كرنت وفولتج بتوين جيت and وهذا طبعا بتبع فيه الداتا شيت. بدي احط قيمه معينه للكرنت، قيمه معينه للفولتج ما بين الجيت والكاثود. بدي انتبه انه الباور ديسيبيشن ما تزيد عن حد معين، كانت مثلا 0.5 فولت قبل شوي. وهاي البلس ممكن احطها كونتينيوس، يعني ممكن احط البلس هذه كونتينيوس، بس هاي طبعا مشكلتها لما تكون كونتينيوس بتزيد الديسيبيشن، الباور ديسيبيشن. او ممكن احط بلس واحده إلها زمن معين، أو ممكن أحط train of pulses. لما بحط pulse واحدة إيش لازم أنتبه عليه؟ كافي الزمن. تمام، الزمن كافي. كافي لإيش؟ حتى يوصل للاتشين كارت. ما بكفي، ولذلك الخطورة أحيانا إنك تحط pulse رفيعة جدا زمنها قليل، ما يلحق الهادي يوصل اللاتشين كارت تبعه فيرد يطفي مرة ثانية. لازم عرض هذه البلس يكون كافي إنه يكون يوصل الاس سي ار او الثيرستر، يوصل المينيمم لاتشنج كرنت او اللاتشنج كرنت، اللاتشنج كرنت تبع هاي الديفايس. اذا هاي احد الطرق. الطريقه الثانيه راح يعمل سويتشنج اون اذا الفورورد فولتج اللي هو في اي كي تجاوز ايش؟ البريك داون او البلوكينج exceeds the voltage the breakdown أو the blocking voltage اللي بنرمز لها ب V. مش طريقة هي مش it's not recommended، بس أحد الطرق. لو زال هذا الفولتج، لو جيت هون الفولتج حطيته صرت ازيد هذا الفولتج، ضليت ازيده لحد ما اتجاوز هذا، راح يصير فيه بريك داون وراح يوصل، ممكن ما يصير له دامج بس وصل. بس هاي مش طريقه صحيحه للسويتشنج اون، لكن لازم نكون عارفين عنها. والطريقه الثالثه مين بتذكر ايش الطريقه الثالثه؟ اللي فورورد كارنت. لا الفورورد كارنت هذيك حتى اطفي. بس ايش في طريقه ثانيه يكون اشبه بالغلط طبعا؟ لا حكينا عنها من شوي. لو اعطينا ثيرستر ثاني؟ لا الفولتي عالي. ايش الفولتي العالي؟ هي حكينا عن الفولتي العالي. ايش كمان؟ مع الزمن دي في على دي تي اذا ريت اوف تشينج اوف فولتج اي كي على دي تي اكسيدز ماكسيمم ريت اوف تشينج اللي شفناه قبل شوي. مثلا اكزامبل كان عندي قبل شوي اذا شفتوا تتذكروا كانت من 200 ل 300 فولت بير مايكرو سكند. اذا الريت اوف تشينج اوف فولتج بين هذول حتى لو ما وصل البريك داون، لاحظين النقطه المهمه، حتى لو ما وصل البريك داون فولتج ممكن يكون اقل من البريك داون. انت بتقول لي ما صدش عن البريك داون فولتج، مضبوط، بس الريت اوف تشينج كان تبعه عالي، عماله بتغير الفولتج بشكل كبير جدا. اذا زاد عن هاي الخيمه من هون ممكن يعمل سويتشنج اون. هذول هم الثلاث طرق حتى يعمل سويتشنج اون للاس سي ار او الثيرستر. الطريقه طبعا اللي احنا المفروض نشتغل عليها هي هاي الطريقه، وبنتجنب هذول الطريقتين. ما بدنا اياها لان هذول اسمهم سبيريس. سبيريس يعني غير مقصود. هذا هون سبيريس تريجر. ما بدنا سبيريس تريجر، بدنا كنترولد تريجر. كنترول تريجر، هنا بنعمل سبيريس. اطفي يا جهاد. ماشي، في اسئله؟